في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيسي يطلق مبادرة الأمل والعمل من أجل غاية جديدة بهدف مكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف. عقب لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوتين وأوباما يتفقان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ويختلفان بشأن مستقبل الأسد. العليا للانتخابات تعلن اليوم الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب. الثانية عشرة ظهرا هنا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم، والبداية من نيويورك، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي استعرض فيها رؤية مصر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأطلق السيسي مبادرة الأمل والعمل من أجل غاية جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف في العالم. مرة أخرى تفرض التحديات التي يواجهها العالم نفسها على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعية، وعلى رأسها ملف الإرهاب والتطرف، لتطرح مصر أمام الجمعية العامة مبادرة حول الأمل والعمل تمد يدها عبرها للعالم للتغلب على قوى الإرهاب والتطرف. ومن منطلق إيماننا في مصر بأن منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع يواجهان تهديدا خطيرا، وإنهما أحوج ما يكونان اليوم إلى نموذج يفتح آفاقا رحبة أمام الشباب تتيح له مستقبل أفضل، وليتمكن بالعمل الجاد من المشاركة في صياغته. فإنني أعلن عزم مصر أن تطرح بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء وبمشاركة واسعة من شبابها مبادرة حول الأمل والعمل من أجل غاية جديدة. التسوية السياسية للأزمات هي سبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، هذا ما أرشده رئيس السيسي خلال كلمته، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية لدعم جهود التسوية السياسية بعيدا عن المواجهات العسكرية. واسمحوا لي إذن أن أتساءل عن عدد المسلمين الذين ينبغي أن يسقطوا ضحايا للتطرف المقيت والإرهاب البغيض، حتى يقتنع العالم أننا جميعا مسلمين وغير مسلمين إنما نحارب نفس العدو ونواجه ذات الخطر. كم من أبناء الدول التي تعاني ويلات الإرهاب ينبغي أن تراق دماؤهم حتى يبصر المجتمع الدولي حقيقة ذلك، حقيقة ذلك الوباء الذي تقف مصر في طليعة الدول الإسلامية وفي خط الدفاع الأول في مواجهته، وأنه لا بديل عن التضامن بين البشر جميعا لدحره في كل مكان. وعن القضية الفلسطينية، فقد أكد رئيس السيسي ضرورة استئناف المفاوضات الإسرائيلية في فلسطين للوصول إلى حل للقضية على أساس حل دولتين، محذرا من أثر التصعيد الإسرائيلية على استقرار المنطقة. وعن أزمة اللاجئين، حذر رئيس السيسي من زيادة عدد اللاجئين داعيا المجتمع الدولي لإيجاد حلول للأزمة على المدى القصير والبعيد. إن مصر تستضيف أعدادا متزايدة من اللاجئين كأشقاء يتقاسمون مع الشعب المصري ذات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تقدمها الدولة من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة، وتأمل مصر في إيجاد حلول لأزمة اللاجئين سواء على المدى القصير لتدارك الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها، أو على المدى الطويل من خلال التغلب على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الصراع. أما على الصعيد الداخلي، فقد أكد رئيس السيسي أن الدولة ماضية نحو بناء مصر جديدة ديمقراطية بإنجاز آخر استحقاق من خريطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية. وفي ختام كلمته، أعرب رئيس السيسي عن تطلعه لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لعامي 2016-2017 باعتبارها أحد القوى الفاعلة المؤثرة في التفاعلات الدولية.
تتطلع مصر لمزيد من المشاركة في إرساء السلام والاستقرار على المستوى الدولي من خلال ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن عن العامين القادمين. ستظل تحديات وأزمات المنطقة هي الشغل الشاغل لقادة وزعماء دول العالم، وهو ما بدا واضحا خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمحورت حولها، مؤكدا أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد للخروج من تلك الأزمات والتحديات ولتفويت الفرص على قوى التطرف والإرهاب التي تحاول نشر الفوضى مما يؤثر على استقرار المنطقة. من أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، آية عبد اللطيف، النيل. ومتابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة. نرحب بك دكتور إكرام، وبرأيك أهم الرسائل التي وجهها السيسي من خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي؟ هو يعني السيد الرئيس وجه رسائل متعددة سواء إلى العالم أو إلى الداخل المصري، وهو بيلقي كلمة مصر أمام أكبر محفل دولي وهو الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بتضم قرابة 200 دولة أو على وفق التحديد 197. السيد الرئيس أشار إلى قضايا ومشكلات وملفات المنطقة الساخنة، يعني الملف اليمني، الملف الليبي، الملف السوري، الملف العراقي، وأوضح وجهة النظر المصرية في تناول هذه الملفات، وهي الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية وحمايتها من التجزئة والتفادي. أيضا أشار السيد الرئيس إلى موضوع الإرهاب، وإن الإرهاب يحتاج إلى تكاتف دولي لمواجهته، ويمكن المنطق في كده إن الإرهاب لا يواجه مصر وحدها، وإنما بيواجه المنطقة وبيواجه العالم ككل، ولا يوجد أي طرف بمنأى عن الإرهاب. أيضا أشار السيد الرئيس إلى قضايا هامة، ربما منها ما يتعلق بأنه يعني يجب ألا يكون هناك تمييز ضد معتنق ديانة بذاتها، وخصوصا الأديان السماوية لا تدعو إلى العنف، وأن في يعني مليار ونص مسلم في العالم بيرفضوا أن تسيطر عليهم أقلية تشوه صحيح الدين. يمكن السيد الرئيس أيضا أشار إلى قناة السويس والنجاح في إنجازها في مصر، وبالتالي يمكن أن يكون هذا نموذج يحتذى سواء في مصر في مشروعات أخرى أو يحتذى أيضا في المنطقة. أشار أيضا إلى قضية اللاجئين وما تمثله من أبعاد إنسانية وضرورة حل المشكلات التي أدت إليها أصلا في المدى الطويل، وعلاج ما يترتب عليها في الأمد القصير. طيب دكتور إكرام، يعني الخطاب الثاني للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل هذا المحفل الدولي الكبير الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية وللعام الثاني على التوالي، وفق معطيات مختلفة في المشهد السياسي المصري، كيف حمل خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاختلاف في المرحلة التي تعيشها مصر والظروف أيضا التي تعيشها باختلاف العام المنصرم؟ يعني ربما أنا من وجهة نظري أن في هذا العام هناك نتائج تحققت على الأرض، هناك وعود تم الوفاء بها، يعني وعد بها الرئيس في العام الماضي وهي تحققت وفي سبيلها للتحقق الآن. وبقصد بكده إنجاز مشروع قناة السويس واللي وعد به الرئيس في اللقاء في العام الماضي، واللي هو هدية مصر للعالم، وأيضا ودي نقطة مهمة تتعلق بالداخل المصري، الاستحقاق الثالث في خارطة المستقبل السياسي اللي افتضاها الشعب المصري نفسه، صحيح، وهو الانتخابات البرلمانية واللي احنا مقبلين عليها في خلال الفترة القريبة القادمة، واللي بتمثل استكمال للمؤسسات السياسية في مصر. والمطلوب من البرلمان القادم يعني انه يعمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وبيضمن تحقيق الديمقراطية في مصر. كل دي رسائل متعددة. صحيح، شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى مباحثات مع عدد من زعماء العالم بينهم العاهل الأردني ورؤساء وبيلاروسيا وبنما ورئيس وزراء إيطاليا
على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. وعلى هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى الرئيس السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. اللقاء شهد توافقا بين رؤى الزعيمين حول أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يضمن السلامة الإقليمية لسوريا ووحدة أراضيها. كما ندد الزعيمان بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، واتفق الجانبان على مواصلة جهودهما من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم في المنطقة وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. كما التقى الرئيس السيسي برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة، معربا عن ارتياح بلاده للتنامي الملحوظ في العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. الرئيس السيسي أشاد من جانبه بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإيطاليا على الصعيدين الرسمي والشعبي، مثنيا على المواقف الإيطالية الداعمة لمصر. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر بأن تكون إيطاليا أحد أقوى الشركاء التنمويين لها في ضوء عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر. كما التقى الرئيس السيسي بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس الذي أكد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، منوها إلى الآفاق الواعدة التي يوفرها التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. من جانبه أشاد الرئيس السيسي بالمواقف القبرصية الداعمة لحصول مصر على عضوية مجلس الأمن لعامين 2016-2017. كما تناول اللقاء بحث مستجدات بعض القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما التقى الرئيس السيسي برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حيث تم استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف. من جانبه أعرب رئيس بيلاروسيا عن استعداد بلاده لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لها، مؤكدا على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين. وعلى هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا، حيث تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك. على رشوان النيل. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك مباحثات مع كل من رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، رئيس وزراء لبنان تمام سلام، ورئيس الفرنسية فرانسوا أولاند. تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وفي حديث خاص أجراه الرئيس مع شبكة CNN الأمريكية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تركيز الجهود الدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية. وأكد السيسي أن مصر تبذل جهدا كبيرا في التصدي للإرهابيين. كما شدد الرئيس على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأكد على أن مصر حريصة على استقرار الأوضاع في سوريا وعلى ضرورة عدم سقوط سوريا في أيدي الإرهابيين. وحول عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، شدد السيسي على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو لعام 67. كما أكد أيضا على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي. وخلال لقائهما على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة، اتفق رئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين على استكشاف خيارات لحل سياسي للأزمة في سوريا، لكنهما اختلفا بشأن مستقبل الرئيس بشار الأسد. ووصف بوتين لقاءه بنظيره الأمريكي بأنه كان مفيدا جدا وصريحا، وحيث بحثا مشاركة روسية في حملة عسكرية ضد تنظيم داعش بسوريا. في أول اجتماع مباشر بينهما منذ قرابة العامين، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي باراك أوباما دعمه لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، منتقدا كل من واشنطن وباريس لدعوتهما باستمرار إلى رحيله. وخلال القمة التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يستبعد بوتين توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا بهدف دعم الجيش السوري، مشددا على عدم مشاركة روسيا مطلقا في أي عملية عسكرية برية ضد التنظيم.
نعتقد أن رفض التعاون مع الحكومة السورية وقواتها المسلحة خطأ فادح، خاصة عندما يكون في حالة حرب مباشرة مع الإرهاب. وعلى الرغم من الخلاف القائم بين موسكو وواشنطن حول الأزمة السورية ومستقبل الأسد، إلا أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المحادثات العسكرية بين البلدين لتجنب أي صدام عرضي بين جنودهما في المنطقة. من جهة أخرى، دعا بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني إلى تعاون دولي موسع لمكافحة تنظيم داعش عقب لقائهما لتعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا فعال في الفترة السابقة على حد وصف روحاني. اليوم العالم كله يدرك أنه إذا لم تحل مشاكل الشرق الأوسط فستنتشر في مناطق أخرى بل العالم أجمع. إذن فإن دور روسيا وإيران هو ضمان الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. بدوره قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن إيران آخر من يتحدث عن السعي لاستقرار المنطقة، لافتا إلى أنه لولا إيران لما تفاقمت الأزمة السورية إلى هذه الدرجة على حد وصفه. ويبدو أنه برغم اتفاق جميع الأطراف على ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة السورية، إلا أنهم لم ينجحوا بعد في بلورة موقف موحد للحل المنشود الذي يعيد الاستقرار لبلد أنهكه آتون الحرب. قال المتابع انضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الإسبانية مدريد الدكتور محي الدين اللاذقاني الكاتب والمفكر السوري. دكتور محي، تعتقد يعني فيما بين وصف أوباما لبشار بأنه مستبد ويقتل الأطفال ومطالبة بوتين للعالم بدعم بشار الأسد، هذه التصريحات يعني تؤكد أن الوضع على ما هو عليه طالما وجهة النظر الروسية الأمريكية تختلف فيما يتعلق بمستقبل بشار الأسد؟ الملفت هنا هو التحول الأمريكي وليس التحول الروسي. الروس لم يغيروا كلامهم أبدا منذ بداية الأزمة السورية، دعموا النظام، دعموا بشار الأسد ويستمرون في ذلك، لكن ظهر تناقض واضح في الموقف الأمريكي، لأنه بكيري وزير الخارجية قبل 3 أيام يتحدث عن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، فيأتي أوباما وهو الصانع الحقيقي للدبلوماسية الأمريكية ويقول لا مكان له في المرحلة الانتقالية، وكما قال تقريركم يصفه بأنه مستبد وطاغية وقاتل أطفال. التحول الأمريكي الحقيقة صار لغز بالنسبة لمن يتابع ما يجري في الأمم المتحدة الآن، وبعض هذا ما يجري في الأمم المتحدة مقنع ومنطقي، وبعض الآخر فيه الكثير من النفاق الدبلوماسي. على صعيد الأزمة السورية يبدو أن جميع الأطراف اتفقت أنه لا يمكن الانتقال إلى حل بوجود الرئيس السوري، وهناك من يتوقع أن يقوم الرئيس السوري بتقديم استقالته لكي ينقذ مياه وجوه كثيرة، ماء وجه بوتين الذي يدعمه وماء وجه أوباما. أوباما حديثه كان في غاية الخطورة حينما قال فعلنا الكثير كي لا نخوض حرب عالمية جديدة. إذن الوضع السوري وضع القوى في العالم، القوى الكبرى في العالم في طريقة المواجهة، وهناك المحللون تابعوا ما قاله أوباما عن تشكيل قوة سلام دولية من 50,000 جندي وأن 30 دولة وافقت على هذا التحول. هذا يعني أننا في طريقنا لبلورة قرار يكون فيه قوات دولية تتواجد في سوريا وتفصل بين المحاربين، لأنه 50,000 جندي وقوى أمن من 30 دولة لا تعني إلا أن هناك قرار قريب إمكانية إرسال قوات دولية إلى سوريا. وإشارة بوتين إلى أنه لن يخوض حرب برية في سوريا أيضا ترجح هذا الاحتمال. الجبير اللافت في تصريحه هو تفسير الموقف الدولي، قال في عدة تصريحات أمس من على منصة الأمم المتحدة وللصحفيين أن هناك فهم خاطئ في المرحلة الانتقالية، المقصود هو أن يشارك في تسليم السلطة لا أن يبقى في السلطة، وهذا ما شاركته فيه المستشارة الألمانية ميركل. الملاحظ أن الأزمة السورية فعلا قد توشك أن تتجاوز عنق الزجاجة وأن هناك حل في الأفق. أشكرك من العاصمة الإسبانية مدريد الدكتور محي الدين اللاذقاني الكاتب والمفكر السوري.
تعلن اليوم اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية اليوم وتستمر حتى يوم الصمت الانتخابي المقرر له 16 من شهر أكتوبر القادم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محكمة الجيزة الابتدائية مراسل النيل منذر أبو دوح. منذر، الأجواء لديك قبيل ساعات من إعلان الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب. بالفعل هناك عدد من الجماعات المرشحين لانتخابات منطقة الجيزة متواجدين داخل مقر اللجنة الخاصة بالجيزة في محكمة الجيزة الابتدائية بانتظار إعلان وتعليق الكشوف النهائية والمتعلقة بأسماء المرشحين ورموزهم وكذلك أسماء القوائم الحزبية التي ستخوض الانتخابات في الأشهر القادمة. قد أعلن رئيس اللجنة الأستاذ حسن أبو راي رئيس لجنة الانتخابات محكمة الجيزة الابتدائية لأنه مع عصر اليوم سيتم تعليق هذه الكشوف لتحديد من سيخوض الانتخابات في المرحلة القادمة وكذلك الرموز النهائية الخاصة بالمرشحين. شكرا جزيلا منذر أبو دوح من محكمة الجيزة الابتدائية. صرح مصدر أمني بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية من داخل منطقة الزراعات تجاه القوات المسؤولة عن ملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر أسيوط الزراعي دائرة مركز شرطة البدرشين مساء أمس. أسفر الحادث عن استشهاد المجند محمود السيد الأمين من إدارة قوات أمن الجيزة شرف رفاعي محمد عبد الحليم من قوة مركز شرطة البدرشين، هذا وقد تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما تقوم القوات بتمشيط المنطقة لضبط مرتكبي الواقعة وتحديد السلاح المستخدم. أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب تنظيم حركة معادية للإسلام ومعارضة للرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، مؤكدا رفضه الشديد السعودية عقب حادث ميناء. من ناحية أخرى يعرض الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والوفد المرافق له التجربة المصرية في مواجهة الأفكار المتطرفة خلال مشاركته في قمة مكافحة التطرف التي ستنطلق اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. دعت قوى وطنية وإسلامية فلسطينية الشعب للمشاركة في مسيرة الغضب التي ستنطلق من خيمة الاعتصام بميدان الشهيد ياسر عرفات بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة وتتجه نحو مستوطنة بيت إيل ونقاط التماس، وذلك للتأكيد على رفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس. تزامنا أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل اليوم وغدا بتزامن مع الأعياد اليهودية. ودعت وزارة الأوقاف للتحرك الفوري لإنقاذ المسجد الإبراهيمي ووضع حد لكل الاعتداءات والانتهاكات والإغلاقات التي تهدف لإحكام السيطرة عليه وطرد المسلمين منه. من رام الله ينضم إلينا عبر الهاتف أو تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة النيل ثروة شقرة. ثروة، كيف تتابعين مسيرة الغضب التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية اليوم نصرة للأقصى؟ نعم، المسيرة وصلت إلى مستوطنة بيت إيل والمواجهات ما زالت دائرة ما بين الشبان الفلسطينيون والقوى والفصائل الوطنية التي خرجت نصرة للأقصى مع جيش الاحتلال الذي تواجد بكثرة أمام المستوطنة خوفا من اقتحام المستوطنة. هذا مرجح أن يكون هناك إصابات خاصة أن هناك إطلاق كثيف للقنابل الصوتية والرصاص النطاطي عدا عن القنابل الغازية، بالإضافة لأن هناك إضراب في معظم مناطق الضفة الغربية، إضراب تجاري للتجار الذين أعلنوا أيضا عن تضامنهم مع ما يحصل في المسجد الأقصى من اعتداءات مستمرة. أيضا رئيس المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني حذر من أن هذه الهجمة
ستزداد في الأيام المقبلة مع بالتزامن مع ما يسمى بعيد المظلة. المسجد الأقصى اليوم مغلق أمام المصلين، وأيضا المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أيضا مغلق أمام المصلين مع مطالبات إسلامية بإغلاق باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين، خاصة أن إسرائيل تقول أن من يقتحم المسجد الأقصى هم سياح أجانب، ولكن هم يهود أو إسرائيليون يحملون جنسية مختلفة بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية. اليوم اقتحم أكثر من 150 متطرف إسرائيلي عدا عن 180 سائح أجنبي كما دعت إسرائيل المسجد الأقصى من باب المغاربة. الآن انتهت هذه الاقتحامات، ولكن هناك اشتباكات دائرة بين المرابطات والمرابطين الذين منعوا من الدخول إلى المسجد الأقصى، كما أيضا استنكر بعض المسؤولين الإسلاميين في القدس المحتلة من احتجاز البطاقات الشخصية وأيضا سياسة تحديد الأعمار المستمرة. ممكن أن تترجح الأوضاع إلى التصاعد في الساعات المقبلة، خاصة أن هناك دعوات مكثفة جدا للخروج إلى مناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي كما يحصل الآن أمام مستوطنة بيتيلة. طيب ثروة، هذا عن الوضع الشعبي الرافض لمثل هذه الاقتحامات من جانب اليهود، ماذا عن الوضع الرسمي الفلسطيني؟ يعني هناك الكثير من المسؤولون يعولون على كلمة الرئيس المرتقبة في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة. هناك لربما أمال كبيرة فلسطينية شعبية ورسمية من هذا الخطاب الذي ممكن أن يكون إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، فبالتالي يجب على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة لما يحصل تحديدا في القدس وانتهاك المقدسات، عدا عن سياسة جميع السياسات الإسرائيلية منها الاعتقال اليومي، إطلاق النار على الفلسطينيين، سياسة هدم المنازل. هناك مطالبات أيضا للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ينقل نبض الشارع وخطاب الشارع ويحاسب إسرائيل على الجرائم المتكررة التي كان آخرها الجريمة البشعة بحق عائلة الدوابشة الذين حرقوا وهم نيام في بيتهم. هناك تعويل كما ذكرت لربما للخطاب الذي سيخرج الجماهير غدا، فتخرج الجماهير الفلسطينية مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومطالبة له بأن يكون على يعني أن ينقل النبض الحقيقي للشارع الفلسطيني. شكرا جزيلا ثروة شكرا، مراسلة أنيل من رام الله. بدأت القوات الأمنية اليمنية مدعومة من جنود وطائرات التحالف العربي عملية لطرد المتمردين الحوثيين من سد مأرب بعد اشتباكات عنيفة حول السد. في غضون ذلك تجددت الاشتباكات في محافظة تعز بين القوات اليمنية وقوات صالح بالتزامن مع غارات للتحالف العربي استهدفت تجمعات للحوثيين في عدة جبهات، ما أسفر عن مقتل 30 متمردا. تواصل القوات اليمنية الحكومية المدعومة من جنود طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية عملياتها العسكرية بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء. العمليات العسكرية أدت لاستعادة السيطرة على الجهة الشرقية من سد مأرب الاستراتيجي، وتمكنت قوات التحالف والجيش اليمني من محاصرة المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في التلال المحيطة بالسد، تمهيدا لاستعادة السيطرة عليه بالكامل. وفي غضون ذلك تجددت اشتباكات في عدد من أحياء محافظة تعز بين القوات اليمنية وقوات صالح استهدفت تجمعات للحوثيين، ما أسفر عن مقتل 20 متمردا. على جانب آخر، واصلت طائرات التحالف غاراتها على محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث قصفت معسكرا لقوات الأمن الخاصة التابعة للحوثيين، بينما استهدفت معسكر اللواء 26 حرس جمهوري بمحافظة البيضاء بعد معلومات عن نقل صواريخ وقذائف إلى المعسكر. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت المملكة العربية السعودية وصول السفينة الثانية التي أرسلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى أحد موانئ عدن قادمة من ميناء جدة، وتحمل مواد إغاثية لمساعدة أبناء الشعب اليمني. وتشتمل الحملة على 4500 طن من مختلف المواد الغذائية والمعدات الطبية والمولدات الكهربائية لإنارة بعض المواقع الصحية، بجانب تخصيص مبلغ 270 ألف ريال سعودي مساهمة في مكافحة حمى الضنك في عدن وحضرموت، وتجهيز 4 مستوصفات طبية بتكلفة تفوق 1 مليون ريال سعودية. كما وصلت إلى محافظة مأرب 10 شاحنات تحمل مساعدات إغاثية للشعب اليمني، أرسلها المركز عبر منفذ الوديعة بالتعاون مع هيئة أطباء عبر القارات، تحمل نحو 200 طن مستلزمات طبية ومواد إغاثية. وتعتبر السفن ضمن سلسلة مستمرة من المساعدات المتنوعة سواء البرية أو البحرية أو الجوية التي يقدمها المركز لإيصال المساعدات للشعب اليمني.
وفي هذه البانوراما أيضا، ولكن بعد أنباء الاقتصاد، هجوم للجيش الأفغاني بدعم جوي أمريكي لاستعادة مدينة قندز غداة سيطرة طالبان عليها. في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيسي يطلق مبادرة الأمل والعمل من أجل غاية جديدة بهدف مكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف. عقب لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوتين وأوباما يتفقان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ويختلفان بشأن مستقبل الأسد. العليا للانتخابات تعلن اليوم الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب. والآن نتوقف مع متابعة أهم أنباء المال والأعمال، يقدمها لنا أحمد فؤاد. شكرا لكم إيمان ونرمين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. من أخبارنا الاقتصادية نتابع: الرقابة المالية تكشف عن نمو التمويل العقاري بنحو 82%، والوحدات السكنية بمساحة تزيد عن 86 مترا تستحوذ على ثلثين. أهلا بكم مجددا. أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 82% خلال 8 أشهر الأولى من عام 2015. وقال سامي أن إجمالية أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أغسطس 2015 بلغت 2.5 مليار جنيه، فيما بلغ التمويل الممنوح نحو 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون خلال نفس الفترة من عام 2014. وتبلغ نسبة المستفيدين من عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا بنسبة 83% خلال أول 8 أشهر من عام 2015، فيما تستحوذ فئة الوحدات السكنية ذات 8 مترا مربعا على ثلثي عدد العقود. طالب خبراء الاقتصاد بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والقضاء على البيروقراطية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. مناخ الاستثمار في مصر أصبح مبشرا ومطمئنا في ظل تحسن الأوضاع الداخلية ونجاح الدولة في إنجاز كافة المشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي. هذا ما تؤكده الحكومة، وهو ما انعكس إيجابيا أيضا على الناتج المحلي الذي ارتفع إلى 4% بدلا من 3.2% العام الحالي، فضلا عن تراجع معدلات البطالة إلى 11% بدلا من 13%. الاستقرار السياسي والأمني النسبي اللي في الفترة اللي فاتت هو اللي أدى إلى أنه حركة الاستثمار تتحرك شوية، عجلة الاستثمار تتحرك شوية، معدلات البطالة تتراجع شوية، نتيجة أنه بعد ما كان في مصانع بتشتغل بخط إنتاج واحد بدأت تشغل خط إنتاج تاني نتيجة الاستقرار، نتيجة زيادة الطلب في السوق. ويرى خبراء الاقتصاد أن أغلب شكاوى المستثمرين تتركز على القواعد البيروقراطية ونقص الطاقة وعدم وجود رؤية واضحة، خاصة فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية. الخطوة القوية هي دي، نحن حطينا إلى حد ما سياسة إن احنا هنقلل العجز، لسه عندنا نقاط كثيرة نتحرك عليها. أبدينا إن احنا فعلا جادين في محاربة الإرهاب، أبدينا إن احنا جادين في الاستقرار في المنطقة، هو ده اللي يخلي الناس تشجع الاستثمار. أي مستثمر بيجي بيصطدم ببيروقراطية عميقة وعقيمة نتيجة لعدم إصدار أو تأهيل المجتمع الأعمال من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات
التي تسهل عمليات الاستثمار، وعلى رأسها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد لم تزور حتى الآن. وتسعى مصر جاهدة إلى دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، خاصة في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات السياحة والصناعة، فضلا عن العمل على تطوير البنية التحتية بما يخدم قطاع الاستثمار. أشرف إبراهيم، النيل. يطلق وزير المالية هاني قدري اليوم الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن عن العام المالي 2015-2016 تحت شعار معا نستكمل خطوات الإصلاح. يعرض الوزير أهم محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي ومنهجية تحديد الأولويات، وذلك في ورشة عمل يشارك بأعمالها ممثلون عن وزارات المالية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والصحة والنقل، إلى جانب خبراء من البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم مقتفية أثر أسواق المال العالمية المتراجعة بحدة. جاء التراجع بضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، في حين اتجه المصريون نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقي نحو 800 مليون جنيه ليصل نحو 448.6 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 312.8 مليون جنيه. وقعت تونس والجزائر ثلاثة اتفاقيات تعاون في المجال الصناعي، وذلك في إطار التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين والمقرر يومي 25 و26 من أكتوبر المقبل بالجزائر. وتسعى تونس والجزائر إلى زيادة فرص التبادل التجاري وتطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين وتطوير الإطار القانوني لتوسيع قائمة المنتجات المتمتعة بالإعفاءات الجمركية. وصلنا إلى نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة من جديد لزملاء إيمان منصور ونرمين خليل. شكرا لك أحمد. نفذت الولايات المتحدة اليوم للمرة الأولى غارة جوية في منطقة قندوز شمال أفغانستان دعما للقوات الأفغانية وقوات الحلف الأطلنطي في المنطقة غداة سيطرة حركة طالبان على المدينة. وأكد الحلف أن الضربة التي لم يحدد طبيعتها نفذتها القوات الأمريكية، وهدفت إلى القضاء على خطر يهدد القوات الأفغانية وقوات التحالف فيما ينفذ الجيش الأفغاني هجوما مضادا لاستعادة المدينة من المتمردين الإسلاميين. دعما للقوات الأفغانية وقوات حلف الأطلسي، نفذت الولايات المتحدة للمرة الأولى غارة جوية في منطقة قندوز شمال أفغانستان، وذلك غداة سيطرة حركة طالبان على المدينة. القصف الجوي الذي نفذته الطائرات الأمريكية على مدينة قندوز جاء عقب الهجوم المضاد الذي بدأته القوات الأفغانية ضد مسلحي طالبان في محاولة لاستعادة المدينة من قبضتهم، مستعينة بتعزيزات إضافية من الأقاليم المجاورة. ما حدث في قندوز هو عمل إرهابي نفذته بعض الجماعات المدعومة من أطراف وشبكات خارجية، وهو ما سهل لهم دخول المدينة. حركة طالبان أعلنت أنها فرضت سيطرتها الكاملة على قندوز وأفرجت عن عناصرها المحتجزين في السجن المركزي في المدينة، كما تمكن مقاتلو الحركة من الاستيلاء على مقر الحكومة الإقليمية في المدينة والتوجه صوب المطار الرئيسي الذي فر إليه بعض المسؤولين الحكوميين. وتتمتع مدينة قندوز بأهمية استراتيجية كبيرة، بالإضافة إلى كونها مركزا تجاريا هاما فيتقع على الطريق التي تربط كابول بتاجيكستان. ويعتبر سقوط هذه المدينة في أيدي طالبان نكسة خطيرة للرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي وعد لدى انتخابه في عام 2014 بإحلال السلام في بلاده التي مزقتها نزاعات استمرت أكثر من 30 عاما، منها 14 عاما مع حركة طالبان التي أطاحت تحالف غربي بحكمها أواخر عام 2001. أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التزام كل الأطراف بتطبيق بنود اتفاق إيران النووي. وأضافت موغريني أن اجتماعها مع وزراء خارجية مجموعة 5+1 وإيران استعرض خطوات تنفيذ بنود الاتفاق النووي الإيراني. من جهته اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق التاريخي بين بلاده والقوى العالمية يعد بمثابة مثال نموذجي لكيفية التغلب على الصراعات التي نجحت مسبقا في نشر جو من العدائية والتوتر بالمنطقة على حد قوله.
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 300 شخص على الأقل جراء إعصار دوغوان الذي ضرب سواحل تايوان وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 500,000 شخص. وأجلت السلطات أكثر من 12,000 شخص من منازلهم، كما تم إلغاء أكثر من 160 رحلة دولية ونحو 60 رحلة داخلية، وتقرر وقف رحلات القطار السريع. كانت أجهزة الأرصاد الجوية في تايوان قد رفعت قبل يومين تصنيف دوغوان إلى المستوى الأعلى بوصفه إعصارا عنيفا توافق رياح تهب في موجات تصل سرعتها إلى 227 كيلومترا في الساعة. ويتوقع أن يصل الإعصار إلى الصين اليوم، لكنه سيكون أقل شدة. وفي هذه البانوراما أيضا، ولكن بعد أخبار الرياضة، أثريون إيطاليون يعثرون على رفات سيدة يشتبه أن تكون صاحبة لوحات الموناليزا للفنان العالمي ليوناردو دافنشي.